يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قد أزال منها الأصنام وحطم الأصنام التي في الكعبة. قال يومها: انظر معي، من الذي يقف يوم فتح مكة؟ أشراف مكة، كبار مكة، أبو بكر، عمر، عثمان، كبار الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين بلال؟ بلال عبد حبشي، وأشراف مكة، كبار مكة يقفون. قال: أين بلال؟ نادوا لي بلال. فوقف العباس، قال: يا بلال، رسول الله يدعوك. خرج بلال، حبشي بلال، وأشراف مكة، كبار مكة، تجار مكة يقفون. يخرج من بينهم فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعال يا بلال، وادخل معي إلى الكعبة وصلي بجواري، والله لا يصلي معي اليوم في الكعبة قبلك أحد. لما يا رسول الله؟ لماذا بلال؟ هناك أبو بكر، عمر، هناك عثمان، هناك كبار الصحابة. قال: صلي معي، والله لا يصلي معي في الكعبة أحد قبلك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بلال يعذب حينما كان لا أحد يعذب إلا هو. الوفاء، إنه الوفاء. يا بلال، لقد تعذبت وما كان يعذب أحد معك يومها، أنت الوحيد الذي كنت تعذب. فكان وفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أن يصلي معه في الكعبة. ماذا قال؟ ماذا قال أشراف مكة؟ قالوا: محمد ترك كبار القوم وذهب إلى عبيدهم ومواليهم. محمد ترك كبار القوم وذهب إلى عبيدهم وإلى مواليهم. هل انتهى الوفاء عند ذلك؟ لا والله، لا والله. قال: يا بلال، اصعد فوق الكعبة وأذن في الناس، وأذن في الناس. تخيلوا معي، وقف بلال، بلال وقف على كتفي عمر وأبو بكر، صعد على الكعبة على كتفي أبي بكر وعمر يومها. إنه بلال. ماذا قال النبي لبلال؟ وفاء، وفاء لبلال، لأنه قدم للدين شيئا. قال: يا بلال، والله إن هذه الكعبة عند الله عظيمة، وإنك يا بلال عند الله أعظم منها. والله إن هذه الكعبة عظيمة يا بلال، ولكنك عند الله أعظم منها.